التضييق على الأمم المتحدة هي الحصيلة المتوقعة لأكثر من 3 أعوام من المهام الأممية المثيرة للجدل في مناطق سيطرة الإنقلابيين. فقد كشفت رسالة مرفوعة إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أندرو غيلمور من موظفين أمميين يعملون في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإنقلابية عن عمليات ترهيب يتعرض لها هؤلاء الموظفون، ليس المحليين فقط بل الأجانب أيضا. طالب هؤلاء الموظفون بتفعيل بروتوكول حماية العاملين في مجال الإغاثة فيما لم تبدي الأمانة العامة اهتماما بهم ولم تحرك ساكرا لحمايتهم حتى هذه اللحظة. بعض هذه المضايقات أخذت شكل الاعتقالات التعسفية التي طالت عددا من هؤلاء الموظفين، 2 منهم لا يزال قيد الاعتقال حتى هذه اللحظة. وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح طالب في بيان الله بهذا الخصوص منسق الشؤون الإنسانية مارك لوكوك والقائم بأعمال المنسق المقيم للشؤون الإغاثية والإنسانية في اليمن بسرعة التدخل للإفراج عن الموظفين الأمميين وإنهاء معاناتهما. وتفيد بيانات الأمم المتحدة بوجود 500 موظف محلي و200 موظف أجنبي يعملون لدى الوكالة الدولية العاملة في اليمن، معظمهم يقيمون في المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيون. عكست تطلعات كافة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليمني أكد أن رسالة الموظفين الأمميين في اليمن تعكس خطورة الوضع الذي يواجهه هؤلاء الموظفون في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، فضلا عما يواجهه الموظفون المحليون الذين يعملون لدى المنظمات الدولية، داعيا بهذا الخصوص الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها. وفرت الوكالات الدولية طيلة السنوات الثلاث الماضية غطاء لممارسات الميليشيا وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن، وها هي اليوم تتعرض لذات الانتهاكات.